عندما تلتقي زرقة مياه البحر مع خضرار الطبيعة، فاعلم أنك في ضواحي بني حواء الساحلية. صفاء مياه البحر تمنحك فرصة الاستمتاع بسحر أعماقها ومشاهده الآسرة. يد الطبيعة هنا رسمت صوراً بديعة وحفرت أنفاقاً في قلب هذه المرتفعات الصخرية المنتصبة كحارس للأمواج المتلاطمة. ديكور أبت طيور النورس إلى أن تشارك في تزيينه من خلال بيضها الذي تتزين به هذه الجزيرة الصغيرة. وبالقرب من مرسى بني حواء ينتصب معلم على شكل قلعة أو حصن بحري، كان في وقت سابق مرفأً تنطلق منه البواخر المحملة بالحديد نحو أوروبا. تبقى إذن بني حواء نموذجاً من بين الكثير من الإبداعات الربانية على سواحل الجزائر الساحرة.